يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل يقال بأن ذات النبي صلى الله عليه وسلم كذوات الصحابة وغيرهم، أم أن له ميزة تختلف عن غيره؟ هم هو الكلام في ميزة ذات النبي صلى الله عليه وسلم عن ذات غيره، الكلام ما هو في هذا، الكلام على جواز التوسل بالذات، لا يجوز لا ذات النبي ولا غيره. نعم.